اليوم راح نسوي كيكة البرتقال. طبعا معنا 5 بيضات وثلاث أكواب دقيق مع 3 ملاعق بيكنج بودر وربع ملعقة ملح، كوب برتقال طازج، 3 ملاعق زبادي، بشر ليمون، فانيليا، كوب زبدة، وبإمكانكم تستخدمون زيت، وكوب ونص سكر. الآن نخفق البيض ونرجع لكم. طبعا ما نخفق البيض يعني بشكل كبير، لا، نضيف بشر الليمون، البرتقال قصدي مش الليمون، نضيف البرتقال طبعا، الفانيليا، ونضيف الكوب وكوب ونص سكر ونخفقهم ونرجع لكم. طبعا نخفق لمدة 5 دقائق على سرعة عالية لما يصير زي كذا لونه فاتح. الآن نضيف الزبادي نضيف الزبدة، بإمكانكم تضيفون الزيت يعني أو نص زيت ونص زبدة يعني يصير. نخفق بس لين جالس، بعدين نضيف بالتناوب بين العصير البرتقال وبين الدقيق، شوي دقيق وشوي عصير برتقال، ونخفق لين تنتهي الكمية. طبعا نضيف باقي الكمية كلها البرتقال الباقي، والراعي في الخفق يعني ما نخفقها يعني عشان الهواء ما يطلع، شوي شوي بس، لمجرد بس لما نخفق الدقيق ما نبالغ يعني، لأن خفقنا في البداية خلاص ما تحتاج كثير الخفق. واللي طبعا عنده خفاقة عجالة يحطها على أقل درجة. الآن نحطها في الصينية بعدين نساويها كذا، هذه الحركة عشان الهواء يطلع من، شايفين فقاعات عشان ما تطلع منها. طبعا نسخن الفرن قبل ونخليها على 180 أو 170.